مصري ايه جاي فتح. اهلين اهلين حياك الله. ساك عمليه هذا الحاج. تعال يا سعيد تعال. انت جيت من مصر وجهك قالب اسود. هو ما شاء الله مفتح. اسمه سعيد؟ ايوه سعيد. دمين عليه ام سعيد بقى. تعال هذا مهندس مقاول بكل شيء يا سعيد. يا عمي سعيد. يا عمي ازيك عامل ايه؟ الله يخليك. ايه الحلاوه دي؟ والله حلاوتك الله يخليك يا عمي. زعلك الله يرحمك. يسعد الصعيد الجواني كله. الله يخليك. اخبار الصعيد واهل الصعيد؟ كلهم بخير والله. تمام كله؟ عايز يشوفونا بالصعيد. ايوه يا عم اهو. مرحبا. الصعيد وصلوا. كلهم اللح اللي الصعيد وصلوا واتصلوا. وصلوا واتصلوا. اشتغل ايه ابو عمودي؟ والله يشتغل يخبص علي. تتخبص واخبص بكل شيء. ما تعمل شيء حاجه. بالله ادخل تخبص. ادخل يا باشا ادخل ورا وخلنا نشوف الشغل بعد سعيد. يلا فرج كذا سعيد. ما تزعلش مني لو قلت حاجه خطا. بس لا ما اقول. قول له والله ما ازعل. والله ما ازعل. قول انت معلم وهو معلم. استنى يا عم تردد باقي لك انا اظبطها. لا لا هو العيب متى الحاجب. هو جاء خلاص حضر. يا ويلك يا ويل المصري. طبعا هذا سعودي. شغل 100%. يقول شغل زي الزفت. اسمع ايه الشغل ده يا سعيد؟ ايه؟ شغل زي الزفت يا عم. الكمر ده ما تركه كم ده؟ 15 ولا 10 سم؟ 10 يا عم. مش تقر ليها 20؟ لا ده جاي جاهز ده باشا. ده كمر؟ جاهز جاء. اللهم صل على النبي. والباب ده ما كنت شدت لي سوق ما تخلوه لسه منه لسه. شوف ياخذ يوميته ويقسمها علشان ياخذ يوميات اكثر منه. يا عم ما تشتغل بزمه وزميه. تشتغل يا عم. والله مش قلت لك انا عجبوني الصعايده اللي اجتمعوا مع بعض لازم اصورها. اكيد اكيد حبايب الصعايده. ايوه ايوه. لا شغل بالصلاه على النبي. يا عمي 50-50 خلاص. اعطاه رمز. اعطاه رمز. اعطاك رمز. ايش قال لك؟ ما قال 50-50 يعني خلاص انت. لا تخرب علي شو اسمه عامل. قال انا كلمته انا اقول 50-50. اي بس لا تخرب علي. لا عمر ما تخربه يا سعيد. طيب البلوك ده ما خدتوش بلوك 10 ليه؟ ما يجيش 10 ما يجيش ليه؟ ما تاخذه من نصفك. لا ده في 10 ايام من مناطق التسجيل. الصعيد الثاني. الصعيد الثاني. سعيد الثاني مثلا. معلش ما خدتش بالي منه. من الصعيد دي؟ من سؤال. عشان على راسنا من فوق ابو عمي. احنا قلنا وياه يا عم. مرحبا ونعم والله. الله يخليك يا عم. مرحبا يا باشا. الله يخليك. يا نور. تعال سعيد. برضه؟ تعال تعال. برضه كله سعيد؟ كله سعيد. وقف وقف. يا سعيد. هذا منين؟ وانت منين؟ منين؟ انا من الاقصر يا ابو الاقصر يا رجل. ده والله سكري والله ونعم يا عم. هو اسال اسال منين انت؟ من سؤال. هو من زوج باين على شكله. باين على اللفه بتاعته وعلى اللفه بتاعته. الشغل ده ما يقول لك عندنا مثل العود العود ايه يحن. والله انك حد والله مستحيل حد يشوف حد مننا كصعيد مصري. ما حدش يقول والله إن... تدري عاد والله انك عرفته. ايه عرفت. تدري انه سعودي؟ لا 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 ما هو سعودي. والله ما ثانيه واحده. يا عم تراه يا ما قلنا 50-50 انت تخش معي 50-50. لا ما اخش 50-50. انا كذاب. انت سعودي. انا سعودي والله. انا ماني انا مصري. لا لا والله سعودي. اسالك بالله. والله سعودي. ما يصح الكلام ده. اللفه يا عم والدنيا. لا لا عادي سعودي. ايه تتكلم ايه؟ والله سعودي. ما قالش وش ولا لا. بالله عليك بقول لك حاجه. الريلي ده ما اقول لك الكلام ده ما تصدقوه. لا 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 ما يقول لك اسمعني باللهجه. لا 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 بس ما يقولش الكلام ده. اللهجه دي اللهجه. يا ملح اللح اللح ده هي الشبه. ما تلحق نفسك. والله والله سعودي. والله والله عظيم سعودي. انا سعودي يا عم سعيد. ارجع عاد علي. دخلوا بالحيل. علمه علمه انك سعودي. علمه علمه معك 50 جنيه سالف لاخر الشهر يا عم. اللي دولك اللي انت عاوزه يا عم. بس لا تقول لي اني سعودي. ها؟ قلت تقول لي مو مصدق. مو مصدق. لحد دلوقتي مش مصدق. مصدق والله. والله والله مصدق. ما ندي لك حاجه مصدقه. ماشي. يا ابو طاقه. ابو طاقه. ها عندك هذا علم عنك. لا 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 سعودي. بتاع ده مصري. سعيدي. صعيدي؟ سعودي. سعيدي. سعيدي ابن عن جاه. سعيدي. ما تغلب ليه ما يصحش مع ابن عم. طيب اعطهم اقامتك اذا انك صعيدي. معلش معي الحلاوه دي ما تمشي. ايوه اسمع هذا هو انا كفيل هالحين.
والله ونعم والله ونعم كفيلة جابنا حلعت عليه سعودي ما مسكت امسكت صعيدي معه الله يعطيكم العافيه بالله صدقت الناس مصري هم على الشغل اي والله الغدرك مش صدق من سعودي لا والله سعودي والله سعودي هو قال شوف انا تاخرت علشان قال انا جاي ابغى المصريين اللي عندك بس وانتم مصدقتوا ما شاء الله عليكم والله الغدرك ما مصدق انا ده حد الوان هذا الحين حق الود اللي اسمع الوان ها عم طراد فكر الود اللي اسمع الوان في قاعده قاعده ايه بيها قاعده هذا قاعده لا قاعده رد عليهم اقول لك فكر الود اللي اسمه الوان ايوه ده اللي يمشي وشخبط بالالوان بالضبط